لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لطائف هذا الإسناد، قلنا أنه من خمسيات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، كذلك أن الحميدي وابن عيينة مكيان وباقي الإسناد كوفي، كذلك فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والسماع فقط، كذلك أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه الحميدي، فما خرج له مسلم ولا ابن ماجه، ما خرج له مسلم يعني في صحيحه، لكن روى له الإمام مسلم في المقدمة. فإذا أردت أن تقول روى له الإمام مسلم لابد أن تقيد، واضح كده؟ إذا أردت أن تقول روى له مسلم يبقى روى له إيه؟ في المقدمة مقيدا، لكن لا تقول روى له إيه؟ فتجعله من رجال مسلم، واضح كده؟ لكن هو من رجال البخاري، فهو على شرطه، لكن ليس على شرط مين؟ ليس على شرط مسلم، فهو ليس من رجال مسلم، لكن روى له في مسلم في المقدمة فقط، واضح؟ نعم. أن الحميدي أيضا أجل أصحاب ابن عيينة، وأن البخاري تفرد بالرواية عنه من الستة، أنه ليس في التابعين أحد روى عن العشرة إلا قيس ابن أبي حازم رحمه الله. كذلك في هذا الحديث ثلاثة من التابعين: إسماعيل ابن أبي خالد والزهري وقيس ابن أبي حازم. كذلك فيه رواية تابعي عن مخضرم إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم. قلنا أن المخضرم هو من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. أيضا أن قوله حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني أن الزهري رحمه الله حدث سفيان بن عيينة بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل، وبإسناد غير إسناد إسماعيل، وفائدته التقوية والترجيح بتعدد الطرق، التقوية والترجيح بتعدد الطرق. أما رواية سفيان عن الزهري فقد أخرجها الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني رحمه الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحديث ورواها مسلم، فقال في صحيحه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة. وطبعا ده من دقائق الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، فحدثنا أبو بكر وعمر الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة، التلاتة عن ابن عيينة. ثم بعد ذلك جاء الإمام مسلم بمن حدثه عن ابن عيينة تحديثا، وصرح بالتحديث دون العنعنة، فكأن أبو بكر قال عن ابن عيينة وعمر الناقد عن ابن عيينة، لكن زهير بن حرب قال حدثنا سفيان،
وده دقائق الإمام مسلم في صناعته رحمه الله تبارك وتعالى. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه، يعني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وأخرجه البخاري في صحيحه في فضائل القرآن. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث عند أصحاب الكتب الستة، فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب الزكاة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس به، يعني بهذا الإسناد وبهذا الحديث. وأخرجه كذلك في الأحكام وفي كتاب الاعتصام. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل به. هذا الحديث حديث ابن مسعود هذا رضي الله عنه متفق عليه، فقد أخرجه مسلم من طريق وكيع وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود. الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب العلم. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد، حسده يحسده بكسر السين يحسده، ويحسده بضمها حسدا، كره نعمة الله عليه وتمنى زوالها عنه، وقد يسعى أيضا في إزالتها. هذا هو معنى الإيه؟ معنى الحسد، أن يكره النعمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى على أخيه ويتمنى زوالها عن أخيه، ويسعى في زوالها، ويتمنى أن تكون لنفسه، تتحول عنه النعمة إليه، أو تتحول عنه النعمة مطلقا وتزول عنه النعمة مطلقا فيتساوي في الأمر، أو يرتفع هو على أخيه. واضح كده؟ واضح هذا الكلام؟ نعم. وهذا مذموم شرعا، وهو أول معاصي إبليس. أول معصية ارتكبها إبليس كانت الحسد، ثم الكبر. والذي حمل إبليس على ما صنع هو الحسد ابتداء، فهي أولى المعاصي. فحسد إبليس آدم عليه السلام على ما منحه الله تبارك وتعالى إياه من الكرامة والاحترام والإعظام عليه السلام. وأيضا هي أول معصية وقعت في الأرض، أول معصية وقعت في الأرض، فحسد ابن آدم أخاه، ابن آدم حسد أخاه، وذلك عندما وجد قربانه تقبل وهو حرم القبول من الله تبارك وتعالى، فحمله الحسد على أن قتل أخاه، فكانت أول معصية وقعت في الأرض والعياذ بالله تبارك وتعالى، فالقتل كان سببه الحسد. واضح كده؟ فيبقى أول معصية من إبليس كانت الحسد، وبعد كده الكبر، وأول معصية وقعت في الأرض كانت الحسد، ونتج عن هذا أن قتل الأخ أخاه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالحسد هو أول جريمة ظهرت في الأرض، وحسد ابن آدم أخاه وحمله على قتل أخيه، وذلك لوجود مزية القبول حيث تقبل قربان أخيه ورفض قربانه من الله تبارك وتعالى.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، أن يتمنى زوال النعمة وأن تتحول هذه النعمة إليه. والحق أنه أعم، يعني أنه يتمنى زوال النعمة مطلقا سواء تحولت إليه أو لم تتحول إليه، المهم أنه لا يكون أحد أفضل منه. هو يريد تمني زوال النعمة عن أي مخلوق أو عن أي إنسان مطلقا، جاءت إليه النعمة أو لم تأتي إليه النعمة، المهم أن تزول عن الإيه؟ عن المنعم عليه. نعم. قال: وسبب ذلك أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، كل إنسان عايز يكون إيه؟ هو الأفضل وأفضل من غيره، فده طبيعة في الإنسان، هذا طبيعة في الإنسان، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه، فإذا زال هذا عنه هو حيكون إيه؟ أرفع وأعلى. طيب، أو يزول عنه علشان يتساوي، ما يبقاش يعني إيه؟ حد أفضل من حد ولا حد أحسن من حد. نعم. أو مطلقا ليساويه، وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك، يعني سعى في تحقيق هذا الأمر في زوال النعمة عن أخيه من تصميم، يعني عزم، أو سعى في ذلك بالقول، أو سعى في زوال النعمة عن أخيه بالفعل. وثم النهي، ولذلك جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا. وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، وده يبين لك مدى خطورة أعمال القلوب، مدى خطورة أعمال الإيه؟ أعمال القلوب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. خطورة أعمال القلوب. نعم. واستثنوا من ذلك، أي أهل العلم، ما إذا كانت النعمة لكافر، فالكافر يستعين بنعمة الله عز وجل عليه على معصية الله وعلى محاربة دين الله وشرع الله تبارك وتعالى ومحاربة أولياء الله تبارك وتعالى. طيب، عندئذ نتمنى زوال النعمة عن الكافر لأجل هذا الأمر؟ نعم، أنه يسعى في إيه؟ يسعى بالإفساد في الأرض، ويسعى في محاربة دين الله جل وعلا، والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى بهذه الأموال وبهذه الأشياء. فعندما نتمنى زوال هذه الأشياء عنه، فهذا محمود ولا مذموم؟ أو أن تكون هذه النعمة لفاسق فينتهك بها معاصي الله وحرمات الله تبارك وتعالى، طب وجودها معاه يا صحيح ولا زوالها عنه أفضل؟ زوالها عنه أفضل، لأنه يستخدمها في إيه؟ في المنهيات، في ارتكاب المعاصي، وفي اتيان الشهوات المحرمة إلى غير ذلك، فزوال هذه النعمة عنه هذا إيه؟ أولى، وقد يكون هذا رحمة به، قد يكون هذا إيه؟ من باب الرحمة به. إذا كان هذا الأمر في الكافر وفي الفاسق الفاجر، فيجوز لنا عندئذ أن إيه؟ أن نتمنى زوال هذه النعمة إيه؟ عنه لأجل هذين الغرضين، وهو أن له لا يستغل هذه النعمة في محادة الله ورسوله ومحادة شرعه وأوليائه وصد الناس عن سبيل الله جل وعلا، والتاني بيستخدم هذا في إيه؟ ارتكاب وانتهاك محارم الله تبارك وتعالى، فعندئذ نتمنى زوالها، نتمنى زوالها. نعم. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. أما الحسد المذكور في هذا الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره، يبقى أتمنى أن يكون مثل أن يكون لي مثل ما لأخي، دون أن يزول ما أنعم الله به على أخي، دون تمني زوال ما أنعم الله به تبارك وتعالى على أخي المسلم. نعم.
وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا محمود مأمور به، سابقوا، وقد يكون واجبا كما سيأتي إن شاء الله. سابقوا هنا، سابقوا يفيد الإيه؟ فعل، والفعل هنا أمر، والأمر المطلق يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه، ولا تنافسوا. وإن كان في الجائزات فهو ممدوح أو مباح. إن كان في الجائزات فهو مباح، يعني إن كان في الأغراض الحياتية العادية، عنده سيارة، أنا كمان عايز يبقى عندي سيارة دون تمني أن تزول عنه أو كذا، فهذا من المباح. فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقال أيضا: قوله لا حسد، أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين. يعني لو حنقول إن الحسد جائز، يبقى الحسد كله ممنوع إلا فين؟ إلا في خصلتين فقط. أو لا يحسن الحسد إن حسن، أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل هذين الخصلتين، كأنه قيل: لو لم يحصل هاتين الخصلتين إلا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملا على الإقدام على تحصيلهما به. يعني لو ما في السبيل إن أنا أتحصل، إن أنا أكون عندي من العلم وعندي من الحكمة وعندي من اتباع الشرع وعندي من المال ما أهلكه في الحق وأنفقه في سبيل الله عز وجل وفي وجوه الخير، لا سبيل لتحصيل هذا إلا عن طريق الحسد، فعندئذ فهو إيه؟ فيجوز لي ذلك إن لم أستطع أن أحصل هاتين الخصلتين إلا من خلال إيه؟ إلا من خلال هذا الحسد. لكان ما فيهما من الفضل حاملا على الإقدام على تحصيلهما به، فكيف والطريق المحمود يمكن تحصيلهما به؟ طب إذا كان الأمر كده، لا، ده ممكن يحصل بالطريق الإيه؟ بالطريق المحمود، أن تطلب العلم، طريق محمود ولا مش محمود، وأن تجد وتجتهد في تحصيل الإيه؟ في تحصيل المال الحلال. يبقى تقدر ولا ما تقدرش، تستطيع ولا ما لا تستطيع، تستطيع، يبقى بالطريق المحمود، يبقى في استطاعتك وفي قدرتك هذا الأمر، فعليك أن تحصله من الطريق الإيه؟ من الطريق المحمود. وهو من جنس قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، فإن حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب. يبقى المسابقة في الخيرات هتكون عن طريق إيه؟ إن أنا عايز أسابق إيه؟ أسابق غيري، مش كده؟ ولذلك كان أبو بكر وكان عمر رضي الله عنهما من أكثر الناس تنافسا في إيه؟ في أمر الخيرات، وكل يريد أن يسبق إيه؟ وأمر الصحابة في ذلك عظيم جدا، وأخبارهم في ذلك عظيمة جدا جدا، رضوان الله عليهم جميعا. فاستبقوا الإيه؟ فاستبقوا الخيرات، تسابقوا في تحصيل الإيه؟ في تحصيل الخيرات. ووجه الحصر في هاتين الخصلتين أو هذين الأمرين أن الطاعة إما أن تكون بدنية، والطاعة إما أن تكون مالية. الطاعة إما أن تكون طاعة بالبدن، وطاعة إما أن تكون بالإيه؟ تكون بنفقة المال، أو كائنة عنهما. وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، دي كلها أمور تتأتى بالإيه؟ تتأتى بالبدن. واحد يقرأ القرآن، يتعلم القرآن ويعلم القرآن ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم العلوم الشرعية، يقضي بين الناس، وإذا تحاكم الناس إليه يقضي بينهم بشرع الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الأمور. دي كلها أمور إيه؟ أمور بدنية، كلها أمور قائمة على البدن. وجاء في لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. وهذا حديث متفق عليه، والمراد به القيام، والمراد بالقيام به هاهنا العمل به مطلقا، العمل بالقرآن مطلقا، وهذا أعم من التلاوة سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة.
ومن تعليم القرآن والحكم والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين. يبقى الاثنين كلهم عليه، وأوتي أنه آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وآتاه الله الإيه؟ وآتاه الله القرآن. فمسألة القرآن أعم من هو إيه؟ له ورد يقرأه، أنه يقضي يصلي به في الفرض في النفل خارج الصلاة إلى غير ذلك، لا، لهو يقضي به ويعلمه ويتلوه ويتعلم السنة ويعلم الأحكام الشرعية، وكل حياته يتعامل فيها وفق منهج الله تبارك وتعالى، ملتزم بأحكام الله تبارك وتعالى. يبقى تعلم القرآن وطبق ما فيه على إيه؟ على حاله، وسعى في تعليم غيره وتحصيل الخير لجميع المسلمين، وهذا هو المقصود، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم، وده يبين معنى الغبطة، لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، ويتبع ما فيه. وللأسف الشديد ان احنا عندنا آفة حاصلة في المجتمع اليوم، وهو الانفصال بين قراءة القرآن وتلاوة احكام الله عز وجل، واضح كده، وبين تطبيق ذلك في حياتنا. ندخل المسجد ونصلي ونتعلم الاحكام والسنة والامور دي كلها، نطلع برا المسجد نتعامل بصورة مختلفة تماما، بصورة مختلفة تماما. ودي للأسف الشديد هذا ما يريده أعداء الأمة من أمة الإسلام، أن تنفصل عن منهجها، أن تنفصل عن إيه؟ عن منهجها. ودي مسألة في غاية الخطورة. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر هنا ليس المراد به هجر التلاوة، هو يحتمل يدخل، لكن الهجر هجر إيه؟ العمل والاتباع والتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأمور التي ابتليت بها الأمة في هذه الأزمنة. فللأسف الشديد نحن نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى إيه؟ إلى مراجعة. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما أنزلت عليهم آية لم يتجاوزوها. إحنا النهاردة عندنا ما شاء الله، شوف كم حد فينا حافظ لكتاب الله جل وعلا، طيب كم واحد بيطبق أحكام الله تبارك وتعالى؟ الذين يتلون كتاب الله حق إيه؟ هو حق التلاوة، أن أنت بس تقيم حروف القرآن وعارف التفخيم والغنة وحروف الحلق وحروف الجوف وعارف، هو دي المسألة، هي دي الغاية من كتاب الله جل وعلا. هذا مطلوب، نعم هذا مطلوب، نعم، لكن هل هو الغاية من إنزال كتاب الله تبارك وتعالى إقام حروف حدود حروف القرآن، ولا المراد إقامة حدود القرآن؟ واضح كده، مسألة في غاية الخطورة. فنحن نعاني للأسف الشديد في قطاع كبير منا هذا الإيه؟ هذا الانفصام، هذا الانفصام. فنسأل الله عز وجل العافية والثبات، وأن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. نعم، هذا الحديث ليزيد بن الأخنس أخرجه الإمام أحمد في مسنده، هو صحيح لغيره، ولم يسند يزيد بن الأخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا، يعني ملوش غير حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، يجوز حمل الحسد. احنا قلنا لا حسد ده على مراد به الايه؟ الغبطة، وأطلق الحسد مجازا. طيب لو قلنا أن الحسد هنا حقيقة الحسد، أن الحسد هنا إيه؟ حقيقة الحسد، قال لك فيه بقى معنى آخر، وهو أن يحمل الحسد في هذا الحديث على حقيقته، لكن أن يكون الاستثناء منقطع، لا حسد إلا في اثنتين. فلو قلنا أن الاستثناء هناك متصل، يبقى هناك ليه؟ الغبطة، ماشي كده؟ طيب، وإن قلنا إن الاستثناء هنا منقطع، يبقى لا حسد وتقف، يبقى هنا لا هنا عملت إيه؟ يبقى هنا لا نافية، يبقى هنا لا إيه؟ نافية للنفي، لا حسد، يبقى هنا نفي للحسد بالإيه؟ بالكلية. إلا هنا هتبقى بقى إيه؟ لكن، تبقى بمعنى إيه؟ بمعنى لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما. يبقى في حسد اصلا؟ يبقى ما فيش حسد اصلا، ده لو قلنا الاستثناء ايه؟ منقطع، تشيل الا وتحط مكانها ايه؟
لكن، وتبقى الأولى نافية للإيه؟ للجنس. لا حسد، يبقى نفي هنا للإيه؟ تبقى لا نافية، لا فيه للجنس، لا حسد، يبقى كده عملت إيه؟ نفت جنس الحسد مطلقا. إلا لكن الخصلتين دولت المذكورتين في الحديث دول محمودتان ولا حسد فيهما، ماشي كده؟ يبقى لا حسد إيه؟ من أصله، يبقى مفيش حسد أصلا، مفيش حسد إيه؟ أصلا. نعم. فيجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا، فلا حسد أصلا. فائدة: زاد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة، لا الحسد بالمعنى المذموم، ولكن المراد به الغبطة الإيمانية. ولفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يبقى هنا هو عمل إيه؟ يبقى هنا في وجود النعمة على جاره، على أخيه، وهو هنا إيه؟ سمعه، فتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه فيعمل مثل عمل أخيه، يوم يتلو القرآن ويعمل بعمل أخيه في تلاوة القرآن آلاء الليل وآناء الليل وآناء النهار. وهذا دليل على أنه يراد بها الإيه؟ الغبطة للحسد، لأنه لو كان حسد كان هيتمنى إيه؟ زوال هذا الأمر عنه. نعم. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، أخرجه البخاري في فضائل القرآن. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما، إن وما، التركيب ده يفيد الحصر، يفيد الإيه؟ يفيد الحصر. إنما الله إله واحد، يبقى يفيد الإيه؟ يفيد الحصر. واضح كده؟ نعم. وما يجيش حد يقول لك إنما الماء من الماء، مش كده؟ مش ده برضو حصر؟ حصر. إنما الماء من الماء، يعني لا غسل إلا منين؟ إلا من إنزال، مش كده؟ لا يوجد الغسل إلا إذا وجد إيه؟ سببه، مقتضيه. إنما الماء من الماء ليه؟ لأن المعارض له مش من الحصر، لكن المعارض له منين؟ من خارجه، وهو إذا التقى الختانان فقد وجب الإيه؟ السكت. واضح؟ طيب. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. شوف هنا المسألة، رزقه الله مالا وإيه؟ العلم هنا مسلط على الإيه؟ مسلط على المال. ولا فائدة للمال ولا قيمة للمال بدون إيه؟ بدون علم. واضح كده؟ فالعلم مسلط على الإيه؟ على المال. نعم. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. يبقى عبد عنده العلم الشرعي وعنده المال، فهو يتصرف في ماله وفق إيه؟ وفق شرع الله تبارك وتعالى، فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل إيه؟ بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وده يبين لك قد إيه برضو أهمية إيه؟ أعمال القلوب، أعمال القلوب. فشوف هنا إنسان يرتقي إلى مقام عالي جدا بمجرد الإيه؟ بمجرد النية، بمجرد النية. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا،
فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو عيسى الترمذي، وهذا اللفظ لأبي عيسى، وهو حديث حسن. قال الحافظ ابن رجب: ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء؟ متى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الإيه؟ تأكد الجزاء. ليه؟ اللي ممكن يكون الإنسان عنده هم، بمعنى حديث نفس، فلا يؤاخذه الله بحديث الإيه؟ لأن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة ما تحدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو إيه؟ أو تعمل، ماشي كده؟ لكن إمتى يكون عزم مؤكد وعزم مصمم؟ إذا إيه؟ إذا كان فيه قول أو كان فيه إيه؟ أو كان فيه سعي. زي إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما، صح كده؟ فالقاتل والمقتول في النار. طيب، هذا القاتل، عرفنا القاتل في النار لأنه إيه؟ أنه قتل، ماشي كده؟ طب فما بال المقتول؟ كان حريصا، ده مش نية وبس، ده نية وفعل، لكن إيه؟ التاني كان أسبق، ولو أتيحت له الفرصة لإيه؟ لتبادل الدور، هو كان هو القاتل. فهنا ليه هو في النار أيضا؟ لأن عنده نية وعزم، وعنده كمان فعل، وعنده كمان إيه؟ وعنده كمان فعل. واضح كده؟ نعم. ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما في هذا الحديث، وقد حمل قوله فأجرهما سواء. فهنا هو صادق النية ويتمنى ويطلب من الله تبارك وتعالى إيه؟ ويطلق من الله تبارك وتعالى ذلك، يبقى ده عنده إيه؟ عنده قول، والتاني كان عنده إيه؟ عنده سعي. واضح كده؟ نعم. فأجرهما سواء، هذا محمول على استوائهما في أصل الأجر، في أصل أجر العمل دون المضاعفة، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم يعمله، مش كده؟ إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له إيه؟ حسنة واحدة. طب إن عملها فاكتبوها له إيه؟ 10. واضح كده؟ طب ده دلوقتي عنده نية لكن لم يعمل، عنده نية لكن لم إيه؟ لم يعمل، فيبقى له إيه؟ يبقى له أصل الأجر، يبقى له أصل الإيه؟ أصل الأجر. طيب واللي عمل يبقى له إيه؟ الأجر مع الإيه؟ مع المضاعفة، يبقى له الأجر مع الإيه؟ مع مضاعفة الثواب. فأجرهما سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم يعمله، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها 10 حسنات، وهو خلاف النصوص، وهو خلاف النصوص كلها. ويدل على ذلك قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس وغيره: القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة هم القاعدون من أهل الأعذار، عذر من مرض أو عرج أو عمى إلى غير ذلك، فقدان بصر إلى غير ذلك، فهو منين؟ فهو من أهل الأعذار، وهو صادق النية، فله إيه؟ فالمفضل عليه بإيه؟ بدرجة، لأنه إيه؟ لأنه صاحب عذر، لأنه صاحب عذر عذره رب العالمين تبارك وتعالى. والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات عديدة، هم القاعدون من غير أهل الأعذار. يبقى كده الآية كده إيه؟ السياق إيه؟ متسق مع بعضه البعض، مع إيه؟ مع الأحاديث، ومع ما تضمنته من الثواب لمن هم ولم يعمل، ومن هم وإيه؟ وعمل. نعم. أما قوله إلا في 2 ك
هكذا في معظم الروايات اثنتين بتاء التأنيث، أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين، وعلى هذا فقوله رجل بالرفع والتقدير خصلة رجل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وللمصنف أي للبخاري في كتاب الاعتصام إلا في اثنين، إلا في اثنين، وعلى هذا فقوله رجل بالخفض على البدلية أي خصلة رجل. ويجوز أيضا النصب على الإضمار، أعني رجلا، يعني أعني خصلة رجل، أو أعني رجلا على الإيه؟ على إضمار أعني. وهي رواية ابن ماجه. هكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح. قلت أما رواية البخاري في الاعتصام فهي اثنتين أيضا، ما فيش اثنين، فهي إيه؟ اثنتين أيضا. فلعل هذا يكون في بعض النسخ غير النسخة المتوفرة معنا. لكن جاء في المسند عند الإمام أحمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنين. دي رواية المسند عند الإمام أحمد. أما رواية ابن ماجه فلم نقف على هذا اللفظ في سنن ابن ماجه، لم نقف على هذا اللفظ، والله تعالى أعلى وأعلم. رجل آتاه بمد الهمزة من الإيتاء، وهو الإعطاء وزنا ومعنى، وهو الإعطاء أو كالإعطاء وزنا ومعنى. رجل آتاه الله مالا أي حلالا، ونكر مالا ليشمل القليل والكثير، مالا قليلا كان أو كثيرا. فسلط السلطان القهر والغلبة، السلطان القهر والغلبة. قال الطيبي في هذه العبارة مبالغتان، في هذه العبارة مبالغتان، إحداهما التسليط فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس المجبول على الشح وأحضرت الأنفس، يبقى الشح في طبيعة الإيه؟ في طبيعة الأنفس، وما يوق شح نفسه فقد إيه؟ هو دي المسألة، أن يوق الإنسان شح إيه؟ شح نفسه. نعم. فالنفس مجمولة على الشح، والأخرى في قوله فسلط على هلاكته بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، فإنه يدل على أنه لا يبقي من المال شيئا، لا يبقي من المال إيه؟ من المال شيئا. فلما أوهم القرينتان الإصراف والتبذير، إن دلوقتي بينفق المال كله، يبقى ده إيه؟ انفقوا إيه؟ انفقوا تبذيره، ده إصراف وإيه؟ إصراف وتبذير. المقول فيهما لا خير في الصرف، لا خير يعني في الإيه؟ في الإصراف، واضح كده؟ الإصراف ما فيهوش إيه؟ لا يتأتى بخير، لا خير في الصرف. كمله بقوله إلا في الحق، يبقى المستثنى من ذلك أنه يهلك فين؟ يبقى كأن إن أهلكه في غير الحق يبقى مذموم ولا مش مذموم؟ مذموم. لكن لما يهلكه في الحق دل إيه؟ دل محمود، يضيع المال كله في الإيه؟ في الحق، واضح كده؟ وده يرجع إلى أحوال الناس، مش كل إنسان عنده القدرة على ذلك. فإن لم يقدر على هذا الأمر فعليه أن يبقي لنفسه إيه؟ لنفسه شيئا، علشان ما ينفقش ثم بعد ذلك يلوم إيه؟ يلوم نفسه ويلوم نفسه ويتحسر على ما إيه؟ على ما أنفق، فيحدث له والعياذ بالله ندم، والندم يعقبه إيه؟ البطلان، واضح كده؟ دي مسألة في غاية الخطورة. أما إن كان يرى من نفسه عزم وقوة وصبر إن تأخر عليه الرزق فلا يقع في هذه الملامة وغير ذلك من هذه الأمور، فهذا محمود، كما جاء ذلك عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لثقته في الله جل وعلا، ودي مسألة في غاية الخطورة. إذن مرد هذا الأمر يرجع إليه إلى حال الإنسان نفسه، إذا حال الإنسان نفسه إن كان لا يقدر على الإنفاق بالكلية في الحق يبقي لنفسه، واضح كده؟ أما لو أنفق كله وقعد يلوم نفسه ويتحسر وكذا وكذا وكذا، لا، ابقي لنفسك، ابقي ليه؟ لنفسك وأنفق. أما لا ترى من نفسك القوة والصلابة في هذا الأمر ثقة فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل سيرزقك وسيخلف عليك سبحانه وتعالى، ولا تتحسر إن تباطأ الرزق عليك، فعندئذ إيه؟ فهذا هو المحمود، كما فعل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا محمود لك
وهذا أولى بك، والله تعالى أعلى وأعلم. فكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإصراف المذموم، كما قيل لا صرف في الخير، يبقى لا خير في الصرف، لا خير في الإصراف، وكذلك لا إصراف في الخير، لا إصراف في الإيه؟ في الخير. ورجل آتاه الله الحكمة، واللامها هنا للعهد، إن المراد بالحكمة هي الإيه؟ القرآن. يبقى الحكمة المعهودة عندكم هي الإيه؟ القرآن. اللام للعهد لأن المراد بها القرآن كما جاء في حديث ابن عمر، فهو يقضي بها ويعلمها. وقد اشتملت أيضا على مبالغات، إحداهما الحكمة، فإنها تدل على علم دقيق، لأن الحكمة من الإحكام، والإحكام هو إتقان العمل، واضح كده؟ فتدل على علم دقيق مع إتقان في العمل، هذا هو معنى الإيه؟ معنى الحكمة. أما الأمر الثاني القضاء بين الناس بالحكمة، والقضاء بين الناس هي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبة النبوة، ثم بعد ذلك التعليم، وهي أيضا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما فوائد هذا الحديث، أولا فيه بيان فضل من يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، كذلك فيه فضل إنفاق المال في وجوه الخير آناء الليل وآناء النهار، وفيه الحث على الاغتباط في العلم وعمل الخير، وأن ذلك ليس من التنافس المذموم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، لكن هذا فيه استبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وفيه ما قاله الحافظ العلاء رحمه الله أن في الحديث نوع تلازم، لأن المرأة مجبول على حب المال، كلنا بنحب المال، كلنا بنحب المال، ونحب الرياسة وحبه للرياسة والجاه بالعلم، كلنا نتمنى هذا ولا لا؟ كلنا نتمنى هذا الأمر، والجاه بالعلم أشد، يعني أن الإنسان يكون سيدا بالعلم ويرتفع بالعلم، هذا أشد ولا مش أشد؟ هذا أشد، نتمنى ولا لا نتمنى؟ نتمنى، نعم. فالنفس تدعو لكثرة المال، إن الإنسان إيه؟ يتكثر ولا إيه؟ ولا ينفق المال، ده إن النفس بتدعو إيه؟ بتدعو إليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حسنا على الذكاء الزكاة وأمرنا بالزكاة قال لنا اسماء سمهلنا إيه؟ سمهلنا إيه؟ زكاة، بمعنى إيه؟ إن أنت أما تنفق ده هيعمل إيه للمال؟ يزكو، يزكو المال، والزكاة هي الإيه؟ النماء والبركة، النماء والإيه؟ والبركة، لأن ظاهرها أن أنت عملت إيه في المال؟ أنقصت وأخذت منه، لكن عند الله تبارك هذا يحصل لك إيه؟ وهذا المال يحصل له إيه؟ يبارك لك فيه، يبارك لك إيه؟ يبارك لك فيه. ولذلك هناك اللي أراد أن يزكو ماله أو ينمو ماله من غير ما أراد الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى يمحق الله الإيه؟ الربا، واضح كده؟ لأنه عمل فيه إيه؟ كثر ماله من غير إيه؟ من غير مراد الله، ومن غير ما أحل الله، ومن غير ما شرع الله تبارك وتعالى، واضح كده؟ نعم. فالنفس تدعوه لكثرة المال وعدم إنفاقه خوف الفقر وللتصنع بالعلم المأخوذ من القرآن ليتقدم على غيره والعياذ بالله، فإذا وفق لقهر نفسه ببذل المال في القربات، ينفقه في وجوه الإيه؟ في وجوه الخير والبر، دون إيه؟ دون رياء ودون سمعة ودون شهرة إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية، والقيام بحق العلم، والقيام بحق الإيه؟ بحق العلم، لا يفعل ذلك ليتصدر المجالس، مش كده؟ وليذكر عند الناس وكذا وكذا، وإلا فإيه؟ الوعيد في ذلك النار، النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، والقيام بحق العلم فجدير عندئذ أن يغبط ويتمنى مثل حاله، نتمنى جميعا أن نكون مثل هذا الإيه؟ مثل هذا الإنسان، ومثل هذا الإيه؟ مثل هذا الرجل. كذلك فيه الترغيب في طلب العلم وتعليمه والتصدق بالمال، وفيه أن الحسد على ثلاثة أضرب، محرم ومباح ومحمود، فالمحرم تمني زوال النعمة المحسود عليها عن صاحبها وانتقالها إلى الحاسد، وأما القسمان الآخران فغبطة، وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحد أن يكون له مثله، أن يكون له مثله، فإن كان في أمور الدنيا فمباح، أنا عايز يبقى عندي عربية، عايز يبقى عندي شقة طيبة،
شقة كويسة، شقة واسعة مثلا، أي شيء من هذا الأمر. واحد تزوج والتاني عايز كمان إيه، يتمنى أن يكون له إيه زوجة، إلى كل ده أمور إيه، أمور مباحة محمودة لا إشكال في هذا. وإن كان من الطاعات فمحمود. وقال النووي: الأول حرام بالإجماع، الأول حرام بالإجماع. وقال بعض الفضلاء: إذا أنعم الله تعالى على أخيك نعمة فكرهتها وأحببت زوالها فهو حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها كافر أو فاجر أو من يستعين بها على فتنة أو فساد. ده بس اللي يستثنى من تمني زوال الإيه؟ زوال النعمة. نعم. أيضا في هذا الحديث أن الغبطة ليست بحرام، بل ربما تكون واجبة أحيانا، كما قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. سابقوا أمر، استبقوا أمر، والأمر المطلق يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب. يبقى ده دليل على الإيه؟ على الوجوب. ده دليل على الإيه؟ على الوجوب. كذلك أن مجرد التمني والغبطة لا يكفي بحال ما دام المسلم قادرا على أن يكون خيرا مما هو فيه. يبقى ما تستسلمش وتفضل قانع كده مستكن بهذا الأمر، لكن عليك أن تسعى لتحصيل إيه؟ أعلى الدرجات. وهذا لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالعلم وحضور مجالس العلم، وتحرص على ذلك، تومي تتعلم ترقى. واضح كده؟ هذا أمر في غاية الأهمية. فالمهم أن أنت إيه؟ لا تتكاسل ولا تتوانى، وبس عليك أن أنت إيه؟ تتمنى وتحلم بكذا وكذا، لكن عليك أن تسعى في تحصيل ذلك، طالما أن هذا في مقدورك وفي استطاعتك. نعم. أن مجرد التمني والغبطة لا يكفي بحال ما دام المسلم قادرا على أن يكون خيرا مما هو فيه، وقد آتاه الله تعالى من الوسع والطاقة والأسباب التي تعينه على تحصيل القرآن والعلم الشرعي. طيب، في تفريط ولا ما فيش تفريط؟ في تفريط. طالما في تفريط يبقى لا تلومن إلا نفسك، ودي مسألة للأسف مشاهدة بكثرة، نسأل الله عز وجل العافية. وفي الحديث أيضا شاهد قوي على وجوب أداء لفظ الحديث من غير إبدال، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، وديت إن بنقول إن ده الأصل، ده الإيه؟ الأصل إن الحديث يؤتى به على إيه؟ على لفظه، على لفظه. فمثلا هنا بيقول: إذ لو وضع مكان لا حسد لا غبطة، لو قلنا لا حسد وقلنا لا مكانها لا إيه؟ لا غبطة، يتحقق المعنى؟ لا، يختل المعنى بالكلية، يختل المعنى بالإيه؟ بالكلية. ومكان سلط على هلاكته في الحق، لو قلنا ملك، مش السلطان يجي على الملك برضو؟ مش كده؟ تيجي ولا يجي ولا ما يحصل مرادف ولا لأ؟ يمشي مرادف، مش كده؟ طيب لو قلنا لا، ان ده بدل سلطة ملكة، يستوي المعنى؟ لا يستقيم المعنى، يفرق كتير جدا جدا جدا. فلذلك اذا ابدلت الحكمة كذلك مكان العلم، يتحقق هذا الامر؟ ما يتحققش هذا الامر، رغم انها تأتي مرادف، لكن بينهما عموم وخصوص، بين الحكمة والعلم عموم وايه وخصوص. واضح كده؟ فدي مسألة في غاية الايه؟ في غاية الأهمية. فلو قلنا هذا وأبدلنا ده مكان ده لفاتت فوائد ايه؟ فوائد كثيرة في هذا الحديث. فيبقى الأصل نحن نأتي بالايه؟ نأتي به على اللفظ، نأتي به على اللفظ، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.